الدستوري في التظاهر والتعبير عن رأيه والتعبير عن ما يدور في خلده. لكن أنا أقول أنه أن يتم الاعتداء على المتظاهرين ويتم حتى مضايقتهم بقطع الطرقات، هذا أمر غير 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 قانوني وغير أخلاقي. يعني يفترض بالأجهزة الأمنية وبالأجهزة التنفيذية أن توفر الأمن والسلامة وكل متطلبات استمرار وديمومة المتظاهرات السلمية. وبالتأكيد هذا يعكس يعني حالة من الإيجابية عندما يكون هناك احترام لحق المواطن بالتظاهر، احترام للحق، هذا الحق الدستوري. أنا أعتقد يعكس حالة إيجابية ويوفر نوع من على الأقل من نوع من الثقة واحترام للدستور العراقي ومكونات الدولة العراقية. بالتأكيد أنه أي حالة اعتداء على المتظاهرين، أي حالة تستخدم فيها العنف ضد المتظاهرين، هو يعتبر غير 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 جيد ولا يكون السوق عليه. وبالتأكيد أنه هناك عدة محاور قانونية يمكن للمتظاهر أن يلجأ من خلالها. ضد المتظاهرين يعتبر خرق دستوري، وعلى السلطات الأمنية وكذلك على السلطة التنفيذية أن تحمي المتظاهرين، لكون أن المادة 38 من الدستور العراقي قد نصت على أن تكفل الدولة حق التظاهر وكذلك حق حرية التعبير عن الرأي. إنما تقوم به إنما يقوم بعض الأشخاص في المؤسسات الأمنية ضد المتظاهرين يعتبر خرقا دستوريا وأيضا خرقا قانونيا، وبالتالي هذا مرفوض من قبل جميع المنظمات سواء على المستوى الدولي أو المحلي. عدم دعمهم وقبولهم، وبالتأكيد هذا كله يؤثر على الحالة الإيجابية والمعنوية للمتظاهرين، لأن الدستور العراقي كفل حرية التعبير ودعم المتظاهرين وعدم المساس بهم. Thank you.
مواجهة واقع سياسي، واقع اقتصادي، حتى الواقع الاجتماعي يتم عن طريق المظاهرات من أجل إيصال صوت إلى الحكومة ومن أجل معالجة هذا الواقع السياسي سواء كان أو واقع اقتصادي. لكن نشوف بعض في الفترات الأخيرة وخاصة مظاهرات البصرة، من طلعت البارحة مظاهرات ما خلوا لها حماية، وهذا يعني بادرة خطرة. المفروض الحكومة من تتكفل بالمظاهرات من ناحية دستورية أن توضع حماية للمتظاهرين. أنا واحد من الناس 5 مرات 6 مرات أطلع مظاهرات من أجل تحقيق الإصلاحات اللي يهتم المجتمع العراقي. We'll be right back.